ديسمبر 2022 بوساسو دغال باك دحاي خساره جيستي لبا عيدن بنتلان كترسن دحمري وزير بعد هيد بوساس هاد جوكتي بل دغال كاسيغور حد كوكتي نيو هاد دغال كاس و اكسيدن بو هاسو دعا اكسيدن بو ها لكن دكريتا سو بعد مدخوينو و خيل كا قاداي تلي بوريسكا و خيل كا قاداي تلي عيدن كاس بي اس اف تا and BMBF and وحلا BSFH and تي تي تلي قدوم تليها بورس كسي عادي كل ما طيل لكن تي كله أو and عيدن كBSF توا أمر جديد كسميان إني الكوريجيان أنا وزير كمريض أنا همشي واتشوي بسواتي وحنا رجي مرك أوريسي كغيب غاتي إن أرنتان حلقو حليه أضيال فربضان أو حد شو ومرخاتي أشوا اللي هلي يقبل إن أرنتان أمريكا دولية بدلان سيدا مانديت با مدحوين الله دورتا انتا مانديت كاسي شروع سقاد الحكومة أود بولين غفع كقاد أود بولين من مقعا وأنا غواكا إيقا قاد متكلا واكا قاد متكلا واكا قاد متكلا واكا قاد إن شرعية دا إلا إلاليه وبدلان دستور كيسي شرعية سلا إلاليه وضيار فربضان بانو وكوض هذا اللي نبت قليان وغو تشيدني وضا هذا البان وغو تشيدني إن مركي دمانا دقال كاسا دعاي si aksilan ku dhacay runtii dawladduna way ka dadaashay si aksilan muhawlo jeeda waxa uu jeeda haddii ciidan amar diiday oo magaaladii jooga amar diiday oo magaaladii dhaxmaraya iyo ciidamadii kale oo dawladda oo yana magaaladii jooga oo booliskii iyo wixii magaaladii joogaaneen waxa soo dhan waxa jiray waxa moqtaay meesha marka taagnaa oo taagnaa dawladduna runtii waxay u arkaysay ciidan amar diiday bay u arkaysay ciidanka marka jira marka أنا وحنا كشغيني إن بتقولي أيكون مع طارين تاسي أو... ساعات وزير أيضا لقاسه صار تكرر وبوساس اللي جي وبنت لانو أيضا كده روش تاعي أشري صح ومجال ده بوس اللي جي ساعة وفليان عمل كدولة ده سيد هذا الشيء سكدي سمر كحكو دعين سأكون أقول كده أيضا كتكرر طلقة كان بوس اللي جي والله هني هو دهورت وزير كي أمني أنا ما هي هلا كم وياش وزير وخدلا بعد كم وزير كمالية ده أنا هاي أنا أقول لك أن 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 أنا dowladda nimadii buu dhansay ahaanaysa xaqiiqan marka dhinac laga fiiriyo marka anuu waxaan qaba kiiskaas wuxuu ahaa kiis aan habadu inay dhacdo waxaan ku sheegayaa waxa ahayd si anuu intaan joogay aan ogaa aan ka ogaa habadu inay dhacdo waxay ku dhacday si ah habadi koobad si kadis haday ku dhacday saddex dagaal oo ka dambeeyay dhacay oo la sweeray mar walba dowladda waxay ku jirtay inay dagaalka joojiso oo la weeraray mar walba dowladda mar walba waxaad aaminsantahay madaxweynaha go'aan kisu sax ahaa oo rigtay sax ahaa إلا فلينا يسعي. أدم الحيونها إنه دور إنه قف كقاض حيل دول إني ماذا واسح مدعونه كقاض. أنا هيب الكقاض مؤرن لكن عبدير كقاضي وحك قاضي محمود بو كقاضي وزيرك هو ريو لقى قاضي واسح ودول إني ماذا أنا قال لي قاض هذا ردم بيجيو تان حيل كوري كيس واحد قاضي أو كنت جاي ما هو إن الحيونات ذكرت سعته وأنت كريه دول إني ماذا أو بدلنا يوتشر تبع هدي أمريكا مدحوينها اللي بديده ودول النمى ده اللي بديده معناه هذا واحد نغانس دول النمى كتير نغانس كنت قام فين كبدا بعد ما تي دجال كنا سوق بالجوبي سد وراك تي كنت قف دوي بنتين الله ونحرسته هرتا إسهر إسكهر يمات كاني ودعى حقيقيا دول ده أنا واحد أملاينا يا هذا خساره لين عد ضد كم هن شعب كأني بحسي وأنا أملاينا يا أو مثلا هو بحيي أنت إنفورميشن كهيو وين دعوة هم تحقيقا ويقول دعوة برهامج كينا واحد اسمه مركز دم كل سجوني هو مدعونه سو قرانية أنا وأنا قراني بكو حلي ضد كي شعب كهانا لا والب هي مجهود سانس لا هي سو أركيس لكن سد الواحد اللي مدعونه أركي صح كسر ده واحد على خلف قال لي رنيك الأورنج راي ما هم هذه سي دمير ده ما دي نك ده قدام بمو سو معين ما هم ساس وكل حمر وكتري مركب كل أضعه قراني سو حلي dagaalkaas waa dhacay waxaas qabtay madaxweynahaagi iyo madaxweyne ku xigeenkaagi oo labaduba ahaa labadaad boos xilka laga qaaday marka mid mararka waa diidanay xilka qaadistaas aqbashay
والله إني وكيس كهذا ما جعلي أرتين عن هذا آد وها هذا أكسيدن سي ملحوينا يا ملحوينا كيان كل يون فهم الآن فهم مباشري كبعد ورقد بقى ملحوينا كيان كصوص عاري إسلام مركينا وحصوص عاري ورقد كلا ملحوينا ملحوينا هي أولى الورجين ما تشرتوا أرين تاس إسلام يامي هنا واحد لنا يوارد ما ين مركا ده واحد واحد عربي الكيسود وسخنينه ساكو دم هذا إيه هاي مركا وما سنت حنو جب بين بنتلان يا فدرالكا مي لبكون سقالي توان تولي الحكم كتمادين با إلا يمي لبكون لبيا لاتن حريركا في الصومالي بنتلان من أله سيوها حسن شرنا وزيركا وزير دواليه كرا أيوها وآدي آلو غور قبي محل سكوهي والله نيو بودلان هدر وعباني سا واغاتن وعباني سي أنا مركي عن نمي ودولتي عن حلوية نمي وزارة مالية دا وزارة ده مالية دا الشركات دي وافرمين وحنو تقلني ماشي لي هذا أوس بهد وحنو تقلني أتس أبا أنت كده بيسي إلا أنت حد عن حلك ورجين جينا وحنا هاي وذا شقين بوحد عن لهين وزارة ده وزارة مالية دا مرة عن الفوف السياسات إيش هو هيسن بنتلاني فدرال كفوا حد كوي ده ديك استخلاف كوب een qodobka ugu muhiimsan aan waan isleeyahay waa isku hayay waxa weeye de kulli wasaaradaha mar walba shaqooyinkooda waa socdeen laakiin madaxda guud oo madaxweynaha iyo markaas Saciid Cabdullaahi iyo ninka yaada farmaajo iyo aan isleeyahay aragtidooduna waa kala fogaayd waxyaabo tabasho oo budlaan inaba jira ma isleeyahay ma ku misleeyahay inay sax ahayd khilaafkaas Puntland federaalka in Puntland ku saxsanayd oo ayadu ay lahayd oo ku saxsanayd maamisanta wallahi niyo markaan anigu dhinaca ka fiiriyo waxyaabaha wasaaradaha aan isku qaban jirnay mar walba budlaan waxyaabaha ka doodaysay waxa ahayd waxyaabo ay sharciyan iyadu ay markaas u lahayd markii laga hadlayo qodobada waxyaabaha siyaasiga ka hadlamayo laakiin marka laga hadlayo wasaaradaha marka laga hadlayo aanan shuruucda lagu gudbinayo waxaas oo marka laga hadlayo budlaan waxa ahayd wax ay iyadu markaas ay ka caabanayso ay gar aan u arkay inay gar u leedahay iyadu jubalan ayaa aaminsan yahay أنا سجارة سعود سين، وخلاف كينو لحريري وحجب لنا لحريرة، البنت لما حتى بشرة، ويا ضنت هذا لحرير تعيس أنا عين، صح بعرفنتاس. والله ما يعني ساعة ما أركن، بدل جب لنا واحد كم بتاعي دولة ده منعها دولة فدرال كا، دولة دي مركها شرتي يو يو سي سي ولا رقم أي سي أو معنى هاد يلا استوران يسوي حقوق ده دستور جاي يلا جب لنا سي استوران سي يلا ee konfurga dad isku dooranaysa iyadaale budan isku dooranaysa iyadaale sida dastuur ku qabo marka anigu waxaan islahaa markaas sida isku dooranaysay iyo shaqooyada shaqooyinkeed goonida ahaa iyo dawladda marka joogtay say ka rabtay ba dawladda budan aragtideedu waxay ahayd in Jubaland ay saxsan tahay xaqna u leedahay in iyadu isku doorato markaas inaad Jubaland danteeda ilaalisaan Timbuntland ay ku xirnaato Jubaland saxba warkiisa ma tan gol madow ba ilaalinaynay in konfur galbeed ma ilaalinaynay mid walba ilaalinaynay tan dhexe oo federaalka ama marka haday xuquuq iyadu ay leedahay gor leedahay loo arkay in ay ku leedahay because of hada inaan wasaaradda maaliyadda inaan hal mar aanan isqabana mar walba xitaa khilaafaadka dhameyno oo haddii baqdi deen cafintii iyo wixii dawladda Soomaaliya ay socotay aan wadno waxa soo dhana dawladda dhaxal marka lagu taageeray laakiin marka cidii la arko inay tahay inay gar leedahay ba gar la siinay wixii waxa markaas loo jeedaa Jubaland iyo Puntland xirirkoodu hadda ma bilaaban 2012 markii Jubaland la aasaasay bilowday Cabdiraxmaan Farool ayaa u heliyay maamulka xiligaas ee Jubaland Abdulla Gas ayaa March 2016 ay Jubaland iyadoo ogolaatay 4.5 ayaa Abdulla wali u helinayay 2019 dini ayaa u heliyay أحمدوبة إستغوا أو أي سهين دولة فدرالية. قال منو بخلاف كذا كنا عكون فوق الباب وكنا عمرنا لما سوقان من تحت المسوقات. ما حيت أدون تجار كأسكو حرت من تحت. والله إني أدو هذا ربتيد إن أترى هذه ديجان هندت حاجة كسوتش هذه حاجة سوتش ده وسكو ديجان هذا ترى ربتيد إن أترى هذه ده وراح يسعرون تحقيقيا. لكن أنا وحنا أجا كل مدوق أو أنا لين هاي مركي حاف بعد أجيد أو أنا شق مركي على لشلو راح حاف بقر لها مركيني. أحمدوبة ما هي وأمريكا ما ملكم إيش تشيرة هي الدولة ده أمريكا تشيرة لأن هي ده قانون له ده يدنا هذا خاص كا جوده هذا أوي لكن وح قانون يهدر عنده أنا ينو قانونية
unde waad dhigi kartaa deegaan ahaan labada deegaan ba isku dad ka soo jeedaan marka Soomaalida waa taqaanayaad qabaail ka dhigtid oo aad tiraahdo isku xafada ka soo jeeda ma garan karo laakiin waa ilaalinta in ay Jubaland dowlad ahaato Puntland ahaato Koonfur Galbeed ahaato inta uu waay Saciidani masleedahay alliance ama saaxiibtinimada gaarka ah ee Jubaland ku taagarteen abaalkeed waxa sheen anagu abaal gooniyo aan ka sugeynay oo aan ahayn inay dowlad ahaadaan oo ijiraaniin ma jirto ma garan karo waxa aan ku khasaarnay ku taageeran doorashadii May oo aad isdhistaan markii hore qashaa kuma jirin taa way jirtay weynana liseen aan ka adkaaday bas waa sax inaad ka adkaaday tufaad soo lagama adkaan madaxweyne leena shan cod buu helay waad ogtahay lixdan sideed buu helay waa laga adkaaday waana dagaalayna waa intay tabarta ahayd waa way way farmaajo waa tagay xasan sheekh ayaa madaxweyne noqday xiriirka Puntland iyo maanta dowladda federaalkuna aad buu hooseeyaa maba jiraba sida madaxweynaha Puntland warqad ay soo saartay ku sheegteen xiriirkii hadda hakad buu ku jiraa shirarkana kama qayb gasho aragti waa maxay aragtidaada iyo ma garan karo xasan sheekh sida Cabdullaahi Dani waxaan hubaa anigu waa soomanahay haduu kursiga waayo madaxweynaha qofka labaad oo uu la rabeen xasan sheekh waxa hadda ay isku hayaan oo hadda ka dhaxeeya dee wuxuu ka hadlayaa madaxweynaha dastuurka aanan waxyaabo barnaamijyo oo dhinaca Puntland ah buu ka hadlayaa laakiin anuu ma sheegi karo hadiiba ay qof rabo inuu soo baxo haduu madaxweyne waayo xasan buu ahaa sidan haduu isagu wax waayo xasan buu ahaa inuu helo isku raacsanayeen anuu intaan ka ogaa boqolkiiba boqol xasan buu ahaa hadii Saciid wax waayo inuu madaxweyne noqdo marka khilaafkan degdeg ah hadda soo baxay dawa ujeeda shuruudo iyo waxa uunbay ka hadlayaan sharciyo la maray waxaas ka hadlayaan marka qodobadaasna waa la fiirin karaa wax kalena waa la fiirin karaa labadaba maadaama madaxweyne Saciidani uu balanbiigis ama qorshihiisa labaad ama Puntland uu ahaa xasan sheekh oo madaxweyne noqday xasan sheekh oo dowladdii aad rabteen ay timid waxaa keeni karaa salada khilaafkan ma sheegi karo odagaa la weydiinaya hadda maxaa ka garanaya Saciidani inuu madaxweyne Puntland isku sharaxo Soomaaliya isku sharaxo adiga iyo golahaaga wasiirada xasan ahaan adiga maanta hore jooga afar sano oo Puntland iyo intaad ka soo tagtay dambe oo Saciidani wali sii xukumayo in madaxweyne federaal aad isku sharaxdaan ma siyaasad guud oo aad ka mid aysanaydaan bay wallaahi anigu horta aragtideyda xasan markii hore ma aanan qabin runtii waana cadeeyay madaxweynahana waa ku iri tana lagu dhaariyay tana mas-uuliyad ka saaran tahay iyada ka tagin baanan u qabin runtii xaqiiqiyan markii hore aragtideydii laakiin dee aragtidaadu haddaad aduu qof tahay marka dambe tirada talada unbaad raacaysa haddii lagaa tira bato moogta marka taladii dambaan raacay oo tirada badnayd laakiin anigu xasan ahaan mabdi'iyan ma qabin Saciid Cabdullaahi inuu u tartamo meesha la yiraahdo meesha laya Soomaaliya ma taageersanayd laakiin markii dambe haade markaan isla qaadanay oo aniga aragtay ahaan laygaga adkaaday waa khasab oo dee waan aragtidii waan ku shaqeeyay hadaan ku shaqeyn banaanka istaagi lahaa moogta laakiin markaygi hore aragtidaydu saas ahayd idinka shuraaka siyaasadeed oo madaxweynaha saaxiib lahaa oo 2019 dhistay inaad ololihiisa dhinac kale ka ololeyseen oo aad ka soo horjeensateen ayaa taala suuqa siyaasadda oo ah waxa ugu badan laydu ku eedeeyo waad leedihiin madaxweynihii dhinaca kale olol kale ka geeswadeen oo musharax kale dhisiiseen iyo horta kelmadda shuraakada amaaratay anuu ma fahmi karo kelmad macna le maaha shuraaka maaha madaxweynaha waa dhisnay tiim dowlad kastana tiim siyaasad mas-uuliyiin wasiiro baa u ah baalkii shuraako marka waxa weeye dad ganacsi iyo waxaas ka dhexeeya marka kelmadda shuraako tafsiir ahaan ma garan karo horta kelmadda taas aan kale dhowr jeer baa ku soo celcelisay shuraakadaas ma aqaan meel ka kantay qodobka ka xiga oo ah inaan madaxweynaha cid aan ahayn aan isna waxa kama jiraan wabeen anu sidee horta maba tagin baba waa anigii joogay meesha la yiraahdo Puntland waa tii odaga madaxweynaha ku kankay waxaasi barbalay isku jireen maba bixin baba oo Puntland kama bixin laakiin intaan ognahay annaga tiim ahaan Saciid baa madaxweynaha u ahaa waana la tartanay waana la ka adkaa waa dhisteen waa dhisnay waana la ka adkaa September 2022 baa xilkii wasiirka maaliyadda laga qaaday maxaa laga qaaday maalintii aan xilka wareejinayaan sheegay wixii laga qaaday waxay ku jirtaa waxay ku jirtaa YouTube ku jirtaa wax la iga qaaday waxa weeye waxa hadda Saciid ka wado Puntland
oo cad buu intuu saaciido soo hor istaagay buu yiri wuxuu ugu yiri waxaan rabnaa inaan dalka qayb ka qabanno doorasho kabacdina aan helo kororsi laba sano ah si 2026 aynu u gaarin waxaan ka sheegay si cad bay ahayd intaas ugu yiri iyadan waxaan ku yiri budlaan kama dhici karto kororsi kamana dhici karto dalka intii la qaybiyo qayb in laga sameeyo doorasho oo la yiraahdo dalka ma doorasho ka wada qabanno 2026 kadib maxaa la qaban lahaa madaxweynuhu uu guriga ku jira soomaaliya 2026 inuu wax ka doonto madaxweynaha federaalka u tartamo ha si cabdullaah waa isku afgaran weydeen intaas weye wax kala ma jirin haa maalintaasaan sheegay waxaad soo jeedisa aduur maanta waxaan soo jeediyey wax dhici kara ma aha haddaynu doorasho qabanayno dalka oo dhan doorasho in laga qabto oo doorasho xalaala waqtiga innaga hadda inoo harayna waa waqti kooban oo aan gaarsiisnayn inaynu dhammaystirno doorashooyinkaas madaxweynuhu hadda wuxuu ka shaqaynayaa doorasho qabashada doorasho qof iyo cod ah oo Puntland ka dhacda sida la socotay dadka Puntland waa la diiwaan geliyey 400,000 oo qof ayaa gobolada Puntland laga diiwaan geliyey 25-ka bisha May ee soo socotana waxaa loo balansiinayaa doorashadii golayaasha degmooyinka Puntland ka qabsoonto saddex degmo oo aad ka soo ololeysay oo Ayl iyo Qardho iyo Ufayn waa laga soo qabtay waa maxay mowqifkaaga walaani aanu waan sheegay mowqifkayga hadda doorashada socota ma aha doorasho sax ah markaan xaqiiqada u hadalo ma aha doorasho sax ah saddex degmo markaa hadda soo qaaday aa sheegtay markaan saddex degmo wadnay waad ogeydoo markii doorashooyinku socdeen diiwaangelinta marka la sameynayay dadka waxaa diiwaangelinayay oo ololeynayay oo isdiiwaangeliyaha ururada ahaayeen ururada shaqeynayay ururada diyaarsanaa sistemka qolada tibak baa waxay ahayd shaqeynaysa oo active shaqeynaysa oo qolo madax banaan ahayd waxaasoo dhan baa jiray waxaan garanayaa degmada Ayl baanu hadda waagaas joogay aan ka ololeynayay ololeyntii ugu badnayd iyo soo bixi ugu badnaa waxyaabihii ururadii sameeyey waxaa ka mid ahaa ururka la yiraahdo Sincad oo jabiya wata waa ka mid ahaa kuwii markaas aada u ololeynayay iyo mideeye iyo horseedii waxaas ka ahaa laakiin gobolka degmada Nugaal xasbahalle iyo dhiganle iyo waxa aada uga ololeynayay ururka wuxuu ahaa la yiraahdo ururkaas la yiraahdo Sincad hadda waxaa ololihii loo bedelay in qabaailkii la isku diro oo la yiraahdo reer hebel baa idinka tiro badan taariikhda intaan jiray 2012 jiray weligay kama maqal Nugaal reer hebel baa reer hebel ka badan maanta ka hor maantana si loo dadkii loo diiwaangeliyo baa waxaa la yiraahdaa reer hebel baa ka tiro badan waad ka waraysaa boosta waxa ka dhacay anigu waxaan aaminsanahay 400 hadda la leeyahay waa jirtaa inaysan jirin dukumentiga boosood markii la qaaday waa la qaaday xerada ciidanka BNBF taa la geeyay madaxweynaha baahiyay yaa damaanad keeni kara inaan wax lagu darin yaa damaanad keeni kara 400 oo qof mid kale markaa intaa u noqono dadkii reer Puntland ma ahee magaalada Boosaaso waxa la yiraahdaa waxa ku nool Boosaaso 700 balayaa ku noosha waxa iska diiwaangeliyay tirada oo garanaysa hadday jirto tirada 400 intee in leeg magaaladii 700 bay ahayd 700 ma isagali waa 10 doorasho ma lagu qaban karaa taariikhda ugu weeye hadii la helo tank baabuur BN shilka 4 dhuumood iyo suu 14 gaari 15 gaari 20 gaari oo wada degmada Jiriiban la yiraahdo Jiriiban ama degmada la yiraahdo Godob Jiiraan oo u wada wixii loo oran jiray doorasho wada xasan adu ma waxaad ka soo jeedaa nidaamka doorashada mise khaladaadka ay leedahay bad sheegaysa ma ogtahay maantaba inaad ka maaratid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Amerika BC waxa uu kaa haqabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store-ka iyo Play Store-ka anu waxaan sheegay waxaan ku hadlayaa waqradaadka maan ka soo jeewanay watay hongoolka watay waanigi lahaa ka hala hadda alaana ka ahay oo aan wali ka bixin ururka aan ka ahay maan waaga sheegay waxaan sheegayaa waxa hadda Saciid wado waxay tahay waxa uu Saciid wado aadid waa hadda sida uu socoto horta koow Tibek waxay noqotay wax gacanta madaxweynaha ku jirta bay noqotay simple sida hala yeero telefoonka madaxweynaha lagu amray waa qodobka xiga oo labaad waxa weeye diiwaangelinta socota sida uu socoto waa diiwaangelin hubaysan markaati baa kartaa baran 22 tignika abaad tagtay meesha la yaada dhahar iyagoo dadku muudaharaadayaan baa xabad lala dhacay dhowr iyo 12 tignika aad tagtay markaati baa kartaa meel walba waa hubaysantahay xagee
سو الله مرحبه وعادي تهين الديوان قلين دعده إن دورشة دعده سو هذا الله مرحبه سو ضد كخلاف كديدن أو تبشر له إن وح أي تبانة يعني لاش يقول يا وح كان تبانة إنه حلقة له سو الله مرحبه ومدحونها كلية وح كتير عمل تلفون بودرية فلو لهيا فلو تاسكريك سعنسة قروي لحد فبراير استوان قلين تقول روان لقبته عياد أود أيضا وعادي كستين وما قاعد قال كردي ولي بحسن شرين عيدن كاس سوى هجابني يسكت دبرد عيال أمسيه توصل ما أتبين هذا وين عيدن كله هرتمد سعد وجو ودي دي دوان قلنت والله هرتني هو تيري 2.4 ما ننتي لدي ذي أول عيدن بالجهري رقاتي بقطع سيدا أنا هذا رن كوشي يا هدي دستور كل دي ده أول عيدن عدي ذي كلام شرط هدي دستور كل دي حمر بكرة عيد سواق دوي بارلمان كمر كل بعض صار نقود دراي مجلسية وهذا قدر وحكة داعي أنا جو هدر ور إذا كم ذهب جدودي يجا هاللي أو رقص صوص عري يجا واحد جديدي أنا حسنا معهم وأدوكت هاي قلت لك وقت هاي قصة كذي قلت هذا اللي راهدو قلت هذا أنا بدي راهدو ويا يلا أشيكتي وقامد صوص عري يلا برهان كده وتي يلا واحد جديدي لكن سعيد سيدا وقص صعبة مركو جرو وإيمانية تضبعات تجنيكة يتضاب بقول يسديتهم عيدا أنا بجرو سوقي حدي واحد عدالة هاي لا عطاه ما عيد ملك يعني أي اللي بانك سدير يتوان سيجوا أي لين شوقي لا بس سيجوا كل عيد بوليس شوقي أنت كلا هواي راتم شوقي وحلي سلوق قريه ومد سلوق شهوي وحان ومد سلوق قرين تدوب بقول يسدير تنتقل كا شغالة عيدا إيمانية عيدا كهر إيمانا وإيمانية لا بدو ولا يعني هذا يا ريد عين هدو بلا عين هذا واحد من سنتهاي دور الشهو بيصني تاع دور شصوت دنا كان واحد شيء يس حلك انه يهي ان اينا اوده بيسنه كورت ماده مي وهدي سعيد ونقضه قف معقوله او سو نقضه سو نقضه ارنت وانه ترى ذاتك قسيا طال كان سعيد وحا لو دورته وحان غرانيا لبا سؤالود او سعيد لو ويديو يوتيوب كجران غرانيا ميد وحا لا يير مانتو مشرحه وحا لا يابا عبد الولي انه مشرحي ان انه دل سياسه ما كدها سا وحو يير ما دحي كرت ضلك ضد باله وحي إلى تهيد ضد كعسادية يا مرة دعك اسمه دقن أو سوجرينا أو إلالية وحقل دم بعشروي هذا يرمان لو يروح يرو أن تاجنا أو ضوبان شغل أصمينا الاسم هذا أنا شغل أصمينا نتيور فراك قادينه سو وحن وشير يوضه فراك قادين شغل أصمينا الاسم هذا لبلا قلوب ضوء تاجنا وحن تاجنا سعيد أو مرك هذا فرماج راعو درسانية قيلنا يا أولي ودجال ما يمت كله أنت شلي ودي دناب وسعيد مرك ولا انت شلو ديد مركادو هلكي باتيسا او شريط اني وحان ليهي مر ولبا مالنتي كواد وحلك ورجينيا شيغي وحان او تاغنانيا مدنمدا امدا ريفوتلا اكزامبل حدا وحو كا قبتي لبا غوبل ما حلا قبان وحو امسيه بودان وحو قبتي دستور قودب كيس تدوبات فرقديس كواد وحي قيهايسا غوبلدا بوتلا فرقدا لبادنا وحي ليهي ملك لوين كر بوتلا هدي قبل كسول لقى قبته إن لقى قبته إن نوال سول وين لقى قبته يسويه آمن سن يهاي إن إنتان كلي أي بطلانته وأحكلك وشيء غيره هذو بطلان إنت أي تمرك اللي سيه لا بقى أركتيود بعشري أركتيو حياة هاي بطلانته مديسن أو بطلانته شرته هذا أركتنا وحياة بطلانته هذا شرته محاوله كده بطلانته هذا شرته دستور كله أو شرته قبل هذا سجل كهذا ككومن aragtina waxa ay ahayd rag markaa qabay saddexdi gobol oo Puntland oo hore saddexdi gobol oo qoyi galbeed oo qoyi bari loo oran jiray aragti ah ba jirtay hada qorshahan waxa ka socda oo la dhisaya ilaahay ba hada maalintii uu hagaajiyay sanaag ku daray waxa ay saddexdan gobol in laga sameeyo doorasho dalkiina la yiraahdo Puntland ba doorasho laga qabtay ka badin xisbiga soo baxaynin iyadoo qodobka toddobaad fariisii koowaad fariisii labaad la inkiray qodob labaad ba jiray hada wuxuu qabaa oo dadka u sheegaa dastuur jeebku ku wataa wuxuu yiri shan urur ba soo saariya shan urur ma soo saariya afartan iyo lix qodobka ah farqadiisa saddexaad wuxuu dastuurku sheegayaa saddex urur kaliya soo bixi kara ururadu waa gudoon baan u sheegay wuxuu yiri kulliyo way soo saariya ururadii yaryarka ah wuxuu ku yiri kulliyo way soo saariya waxay noqotay hadeer arintii inay istaagto hadda wuxuu leeyahay oo aan u cadeeyo rag xilbanaaga ku yiri oo wasiiradiisa ku yiri shan urur bay soo saareen Hassan eedahan tirada badan aad madaxweynaha u jeedinaysid waa eedo adiga ku kooban marka laga tago madaxweynaha inaad siyaasadda ku soo akhraartid wanaateen
دور الشدة قف يعاد بنتان ومان تكقبنا يانا سدعت شاكتي وعاد شاكتي إن الهور استاق دونتي وعاد من نمد أوتاقنان دونتي سدعت شاكتي تاسو معان هيدو نغنية صوماها أود بان كله هرتقية ولا دقالة ما يعني هرتقية يانو قف بان هايو ومان دبوت لان يدا شوكتوه دقن بيليه ده هايو سيميليه سياسيين بيليه ده لكن هذا يدي من نمان العالمية anu do aragtida midnimada raacsanahay mar walba aragtida midnimada raacsanahay hadaan ku sheegayaa dhon ku sheegayaa aragtida midnimada baan ku tirsanahay laakiin kaliye ma ahay ummada reer Puntland oo dhan baa aragtida barnaamijka aragta qodobada dastuurka inuu socdo shaqo kulahan isaga aragta shalay abdullahi markuu qodobada diiday wixii looga hor yimaa cid loo hor imaanaya shalay markuu abdullahi qodob 32.4 markuu diiday qodobadi ba taagan qof bini aadan oo hor mari kara oo dhigi kara dastuurkan qayb qaadanaya afabil badali ayad quraanka idu وتؤمنون القرآن قيمنا مرهمين سقيمنا بعيسى دستور قيمنا مقالين هذا وحي هيسان هالقضب وآه ودستوري إن أي دعوة إن أمضوا وهم توا دستوري إن أمضوا دستوان قال سوا دستوري إن كونسل إسكال سوا دستوري لكن وحى كله دستور آه إن ذلك أورنا لقى قبته وا دستور إن عن ذلك لك على قيمه وا دستور صدح الأورور الصباح أو وهر هي إن يهين أورور الصباح يا مركي إن ذلك أورنا كذا عذانا وا دستور أنت أصل دستور كأول يشوف waturay intan oo qaadanaya waxaad ku cunaysay madaxweynuhu muddo koror soo raba ee asad sheekta faa simada shaqaan soo wane ma walaacad qabtaa madaxweynuhu muddo doktor soo raba waa lagu yiri waa cad way cad tahay ba way cad tahay waa lagu yiri isaga saciid afkiisa waxa laga kari waayay waxaad cadaysaa waxa aad ooga dan leedahay waxa kan aniga adiga haday wareysanay sooma hadda warka adiga labadeena inuu ka dhaxay war sooma sidaas oo kalaan iyo Saciid warkaan isku niri inuu igu yiri sidaas aniga jooga oo sheegay Hassan ahaan ma ka gelin sabuntaa ma dhici karto 400 oo wiil baa ku dhimatay intay ka hel damcada inay ka hirgasho 400 markay naga dhimatay ka bacdi baa goortaa waxa la yiraahdo aanishiin aad maqaati ka tahay ay dhamaato marka kama dhici karto Puntland si kasta isugu dayo si kasta dadka u diwaan galiyo si kasta dadka hal lagu sameeyo ehano in Puntland goboladeedii marka laga reebo laba gobol 400 kaliya oo dad ay jiraan hal lagu sameeyahana waxa soo dhaan sameeyaa waxa soo dhaan waddan waxa hortaagan tibek nimanka la yiraahdo oo la rabay in ay ahaato ur niman ka madax banaa dawladda markay media ka hadlayaan inoo shir dangaray ka dhacayay mar uu ka hadlayay nin kamid ayaga wuxuu lahaa siyaasiyiinta ka soo horjeeday barnaamijkan hal xiniyo siib awrta sidooda hal kormulaha ilaahay ma ku dhaariyo macdaaliba ninkiila maxaa diidi madaxweynuhu inuu kororsado sidaad sheegtay intuu ku sheegay 2020 la gaaray dastuurka yaa ka hor imaanay dastuurka diiday wuxuu leeyahay muddo xileedka madaxweynayaha golayaasha marka la doonto waa 5 sano intaas aad diidisa haday hirgasho maxaa dhacaya isoo hirgeli kartaa haday soo sharci ahayn soo hirgeli kartaa waxaan sharci ahayn haday dhacdo waxaan sharci ahayn ba dhacaya maxaa kala jir kara ii sheeg sidee u dhici kartaa ama kulay ummadii reer Puntland oo dhan ba joogtay Hassan ahaan maxaad uga soo horjeensanaysaa anigu waxaan ilaalinayaa sharciga Puntland waxaan rabaa Saciid shalay baan la dhisay madaxweynuhu noqday Cabdiweli baa xilka ku wareejiyay Cabdiweli baa farool ku wareejiyay markaati ka tahay hal cod oo halaysma in lagaga adkaaday systemkii ha raaco Saciid baan leenahay kama suurtoobayso waala cashaan Saciid inuu sunnihii soo jiray oo Puntland oo jirtaankeed ahaa oo 8 January 2004 xilliga cadam uu sala doortay bilaabantay oo dhibkii hore oo dhacay 32.4 ka dhacay la ogaa intii ka dambeysay u socotay sida la rabay u socotay oo lagu kala adkaanayay shalay isaga iyo general Asad waxay kula adkaadeen 31 iyo 35 kula adkaadeen Cabdiraxmaan Farool iyo waxay kula adkaan oo garantsa iyadoo saa ahayd waxa laga rabaa Saciid tii baa laga rabaa bisha 29 bisha doorashada haday qabsanto May oo ay Puntland ka dhacdo oo dadka codkooda dhibtaan waa xaq ay leeyihiin waa banaanka soo baxaan cid rabaan doortaan xisbiyada soo baxaan walaac gaar ah oo doorashada dadweynaha ay qabaan ayaad ka qabtaa mise doorashada madaxweynaha ee Janaayo 2024 haddii la gaaro dhacaysa maana horta doorashada degmo consulate-ka wax shida ama laha inay dhacaan iyo inaysan dhicin labadaba waa maxay walaac ku jira ma jir dhaba oo waxaan ku kalsoonahay laba gobol baanba laga qaban haddii aad goboladan laga qabto wax shida anagu ma aragno Saciid waxaa laga rabaa dalka isaga madaxweyne ka ah inuu cadeeyo walaaca ummadu ay qabto oo ah councilska iyo doorashada 8 January inuu kala saaro labaas qodob baa laga rabaa Saciid 8 January hadii doorasho madaxweynuhu cadeeyo waayo maxaa dhacaya taa baan ahay wadaa Soomaaliya Puntland adaa kamid ah waxa dhacaya adigu soo diidi
قيام باكرة مرضي كرتو أنا ليهم أي اسم هذا شغان الدين سمعني ليهم أنت صعدها يا وزير بناء كلام كلفيريو بدحونها مرة بدنا هاللي سياسيين أتكون شرتو أما عمل دهي أي أشرة أو أمارة أو كتر ما من هاين كودوني إني حبتك الشقيان تيرم هذا حلا مسني حسن شير إنه كم ديال سياسيين تدفاع إسا إني تاي تيرم كأمي حل مرتدي قف جرو أو تاو دقالما يو أو تاك الشقيين أو لحد فبراير عيدا نصو صاري ومحتوية حبل الجارين أو عيدا كاس حس شير معمولة يا أما ساحب دي سيسوى سكان نقف كسوى جاك الشقيين تاسو صح ما أرت عيدا ماذا أكوش أورج دودي أو عيدا ماذا دولة دو عبدة أنا كشغل خم عنا اللهين لكن تنهك بدأ أكوش هل قدر ما كويد فيه أنتي بطلان سويش تي واتعني 2004 بكبر عبدة ستة جنوري يوم حلو دارت إلا حدير عد عد كون وعصي سي أو تري عدة سان وح أو حرنة أو له مشرت أو يران لوري لا تنين بأي ماذا نك مركع لواركو إنه يهي ومديه بالدورته شلي أنت قفت التمس وقرن الساعة وح جونية أو هك بدل هذا مشرت عد عد كون وحصي سان مشرت لكن وح الله إعلانه يا شرعية ده يو وقت يدور شذا أنت والله إعلانه يا قف كسعيد كعبد الله الدنيا جاز فرولا بهالعطب الله جات كاي هاتر تما ملحوينا هالنقطة كأنت لو تاجي شن صنع وما نريد يلا يسأل ذلك ملحوينا كهاني واحد بني آدم يسوي دين ريام تراني وحصوها رأينا جا تبى شوينكم ملحوينا شيء أنا وهذا مرة بينا عمل كان كعبد الله ملحوينا عنده وحسن وايلة وحسن واتر أفر سنة والله شقيني وحين أنقبت إلهي يوم ديس وأكتهاي هدام وحبيين إلهي يوم ديس وأكتهاي سعيد كلمة أوجا وأقولني وسعيد يعني كنا نقول حياة مثيرة شغلة الدولة ده أنا قد حس ما قرأت مركب وحبا يعني حبا كده هم يو هذا الله مثلاً مثيرته حق بدأ إلى على الإنسان هذا جي صاحب هذا حق بدأ مثيره وحيل على الناس زيادة كنا ورينا دور شدي بزلان دعاه هدا دعوينه وين دعاه كمبرسر وين دعاه خاص بوي هنا دعاه هو حيوي ودستور وحن ش دستور كان على هذا يكلي دستور كان وحبا قبائل زيادة جونين دور شدي دعاه مشارح مثيرنا مطاي حسن شه ما ولا وقت بدن بحري هادير خو لكن كوتش راهن ما هادير خو ما ديه كرو خيليغان مشرح وانا لكن وقت فر بدن باهري ورت بل وها ليري ان دولكا لو دولكا لا ديغو حسن ضد بدن ايا مسن مشرح مدحونيه او مدحتنيمه بنتلان دورشه هدا اوغو هاري اوغادو هادلي سدو ادلهي سبب سيده دجنور هدا سن دحين وخي دحاي 2002 با بنتلان كسو فول اد كدغيسيد او ادو هادلي سيد حسن هنتديسا وما انت هيستو وليكن حسن ومن النار وانت سو هيستا الكاس جوغا انت قال حسن هيستا مجرد والله هني نين ليري ولي انتين الصومالي جوغن ليري انت دا تريو تو هو كدعداي قفو دي اكو ما جيرو هو ولا يقاناي وا كدعداي لك هرت نين ليري انت دا انت تاهي مجرتو لكن اني هدا هانتي ان دهو هانتي انت ليك بان هيستا حسن هان أولي قيرتراه قيل له لو بقول حالات له كرو قريه كله وحون كان عسيا كتشتراه ما ده هي كرو هاد الروح أنت عليه وهنتي أقرن ليس كاس ما أنت عن مدحونها أطرت ما يهدي ربي إنه ما أنت أيق تري أو قرتاس عن سمين لكن هاد دير توقف شعاب أنا معه أنت ذي وحيك حكا وحني مشرح زامرك هل جاره هل جادي ولا اللي ما جاره هل جادي وما هنصنت هاي قبل كسول aqaybta uu dambeysa ee wareysigeena dagaal ba ka socda u dhaxay dadka deegaanka iyo Soomaaliland oo sheegayaan in u baahan yihiin dad deegaankooda ay uga baxaan ciidanka Soomaaliland Soomaaliland ay sheegaysaa in la dagaalamayso kooxa argagixisa ah Puntland iyo kuwa ka soo horjeeda danta Soomaaliland iyo dunkeen waxa waxa mowqifka walaahi niyo anigu arinta waxaan u arkaa arin nasiib darro ah in dhowr boqol oo qof ay ku dhimanayso nin gurigiisa joogo la wargurgeeyda iyo nin leh xuduudii waxaan ilaalinayaa ingiriiska aad baan dhibaato u arkaa nasiib darraan u arkaa wax marka u dambeysa dadku hadhinteen qof walba meeshu deganaa u deganaanayo baan u arkaa
بو نمك اللي لاهذا الشمال لان عم موسى بيحي وحن أنا وأم سنة هاي قد وضدوا هاي وضغط لنا نيتها لسكو ما هاي استو نكي الأورنجي لإنجريس إنو قولة ده وغي قميستي لسكو ما هاي استو حدودو إنو سمية لسكو ما هاي استو حدودو سمية لبهان تعدقن حدودو هاد ماشي جوكتو لبهان تعدقن حدود أس غيب واحد دكان لبهان ده غيب ورسنجالي غيب إساقو شفية كلا غيب واحد دكان عيسى قدوبير سي غيب هاسا كلا دكان هذا واحد سايا واحد وي نمنك حدود دكانا أو حدود إنجليز كدكانا أو لبهان تاها با واحد لي برنامج كأدوغو أو ديد أنغو رالي كماني إن سوماريا كغانو رالي كماني حوق بان حدود يدين كإدين هاي سنة يا واحد إيه كرما واحد صورة كرما موسى شالي وحو كده قال لامي دولدي محمد سياد برو كده قال لامي عبورين بو كده قال لامي لأسد بحاشي وحو ساري قري وحو ساري يعني بحاشي ويري والودقي انتي بو مات سمي انتي بو سمي مات أول بيكاد على كل شالي أو مقاتك آهيدان لوغي هاي كل شالي دادكي واقي لغو لاي تانجي ومري وهذا تانجي وحو ساري بو هضل ما انت نمع على ساري هو بياشي واوين يو غوري قان لي راهدو بي ام كاو على ساري هادي ربي دمش لي راهدو أنا مش اللي يراه ذا لاس عانو وإنكار يعقوبة أن ورقد دمانين أنا وفيرك عن كقبة وحوية موسى حل هرادي وحل كيس شنو وح أقوله قرط عيدا كماشي هكسر نما كان حكومة قبسان كان إنجليز بقى قبسان وعي واتيل بقى اللي هو إنه صنر البانت حكومة قبسانين هدي بغلال مليان إنتان إنجليز بقى قبسان وعي البانت حكومة هكسر عيدا كحوق هكسره كبعد هادو مركز وان وان ربو وده هذا ربو مركي سومالي لان قبسان السيميش اللي يرادو لاس عانو ما إسان قبسان عيدان كييمي رير ساق ما إسان قبسان مرخاتي باهي أنا جوغ توتو سومن باهي عيدان مادي قبطي نمان كادو دقالما يووي إنا قوشات جوغ هادا وأنا كادو دقالما يي ماقي عيسي مقراني نين بحر سماهو عيدان ما بحر سميووتي لابادي عيدان قبسان دي مقالا لاس عانو لابا عيدان باهي لابادي عيدان با مانتالي مرهب نو موسوحان لاي مركا دادكا كدا يو dad kaafna yuusan qablamin waa soomaali waa walaal waa islaam waa ehel waa xigto yuusan wiilashaasna meesha ku leeyin oo ku bal usugu qablamin kuwa kana yuusan lugoyn oo dib u geysan waxaan leeyahay muuse meesha ka baxo puntland deema dhoweynuhu soo wuxuu yanaagu dadkaas iyaga istifaaciye kuma jirno dastuurka puntland waxa ku qoran gobolada iyo deegaankooda iyo difaacooda isagu banaan buu ka maray ماشي وعيدك أدري لها لاس عنا وعيدك يروح أدري جروه صبح عبده بالعمل صرت دواعتن تجني كعبة جروه شو تصبح لاس عنك بالعمل وروح أدري مدق وروح أدري بري وروح أدري بالك أنا مرك مالتي وهو رسم عن قان صوصار وعن صوصار وهذا هذا هذا الكيجي ما كنا غنيا عن لا هاي ضد كريب وتلان هدفاعين هدفاعين ضد كوار على هذا غير صور دفاعك يبغاتين لكن بوتلان ملحقناها شيء بناء بك تاجين إذا ما دي دورة ده أمد درين هذا موسى وحراء إذا ما دي دورة ده يمي إذا ما دي دورة ده يمي هذا ماشا ما سبدل له إذا نكان وضاق عباد وحسكو أكتين عادي يسوه أنا واحد لايه موسى أنا ماشا كبح وأمد ده القوية ده كده أو يسنكو بعبين اسمدو وحي الشاقين إن أيسان بنتلان أهين سومالي لان أهين أدقنا عاد الشاقين سائن لولكان وكمدي هاي لولك بنتلان عركت ده اسمده سيادة عركتها عركت ده اسمده سوده وين يا لكن هل كان واحد كهل يا مركة اسمه دوا اسمه دي جود بوتلان اللي جرتوا أوجيهين دستور إن اللي هدوا أوجيهين برلمان اللي جروا لوجيهاي بدهم يكونوا كونوا يهوا لوجيهاي تحصل شكل لسكم هيو لكن قرشها عن عصوبة هذا أي ودانين قرشها وبها عن مركي هديرها بإذن أي 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 جوان كود جارانين يجوا أي قطع مغفق صوص عرام وهي بدهم الدني وحيوري دقق عن قيب كم هي كم كمان جرت بوتلان على أساس ملاع مسنته هذا هدو كتر عيدا كدولة ده كذا قال لهم لها ماشي وقيل لها واحد أمس أنت عيدا متعني سنشوف أنا واحد أنا أمس أنا عيدا قبيل كنت جاي ويلك لها وهي البنكو إما وقلاء إنا يتجين لكن عيدا دولة ده نستقبل أمس أنا متجين عيدا دولة والله هاي ثمر وديستي قبيل بكت جاي وأكيد ويلك لها هي الباقي كأنه سمر لي سنة ويل لغبتي حي كلام وقتين كده ما نسى آخر وحي كده ما نسى وحي مرقود قال مركو الانتان إن البنتنا لولك يسهليه isagana dhulkiisa ku noqonaya malakamood uu in dad dhintaaneen uu iyo muuse inuu dambi si siyaasad inta uu bay ku dhamaanayaa laakiin shakigaaga ma jiro xirad dhul baahantay in ayagu taladiisa iyo maamulkiisa ay yeelanayaan
adi aad ayaad u mahadsantahay saacad wasiir intaasi aan ku soo gabagabeynaa wareysigan gaarka oo aan la yeelanay wasiirkii hore ee maaliyadda Puntland Xasan Shiraac Cabdi Abgal oo aanu kaga hadlaynay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin muwaqiftiisa siyaasiga ee ku wajahan doorashooyinka golayaasha degmooyinka Puntland doorashada madaxtinimada ee Puntland ee soo wajahan xiriirka Puntland iyo federaalka dagaalka gobolka Sool iyo 4 sano oo Xasan Shire soo ahaa wasiirka maaliyadda ee Puntland adi aad ayaad u mahadsantahay saacad wasiir waxaanad cilmi fasada thank you moqtay maanta baynaad ka maratid inaad tagto xawaalad hadii aad ku sugan tahay Yurub iyo America baysi waxa uu ka haqabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store ka iyo Play Store ka